في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه الحريصة على العلم والتعليم، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، تفضل بافتتاح المبنى الرئيسي لجامعة فهد بن سلطان في اليوم السابع من شوال من عام 1429 هجرية. أنشئت مرافق الجامعة لتكون صرحاً حوارياً وثقافياً لإعداد أجيال واعدة تمتلك الشخصية والمهارات التي تساهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. في الوقت الحاضر تضم الجامعة 3 كليات استحدثت برامجها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت لتتماشى مع أدق المعايير العلمية وبحسب مواصفات وزارة التعليم العالي في المملكة. وهذه الكليات هي كلية الحاسب، وتمنح درجات بكالوريوس في هندسة الحاسب وعلوم الحاسب، كلية الهندسة، وتمنح درجات بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية، كلية الأعمال والإدارة، تمنح درجات بكالوريوس في الإدارة والتسويق والمحاسبة والتمويل وإدارة الأعمال العامة، كما تمنح الكليات كافة درجات الدبلوم في جميع الاختصاصات للطلاب الذين يودون الالتحاق سريعاً بسوق العمل. لقد تم تجهيز جميع الكليات بأحدث المختبرات العلمية لتواكب التطور العلمي العالمي. وإلى جانب كليات الحاسب والهندسة والأعمال والإدارة التي بوشر العمل بها، تسعى الجامعة إلى إنشاء كليات جديدة في الزراعة والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والآداب. وبالتالي تسعى الجامعة إلى توسيع مرافقها لتضم أبنية جديدة تستوعب هذه الكليات وتؤمن خدمات إضافية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كإنشاء أبنية لسكن الطلبة ومسجد ومركز ثقافي يضم متحفا ويوفر خدمات ثقافية ورياضية وقاعات عامة للمطالعة. كما تستعد الجامعة لإطلاق برامج للدراسات العليا بالتعاون مع جامعات عالمية ستكون باكورتها برنامج ماجستير في إدارة الأعمال.